احنا سفرتنا بسيطه. نعم. يعني وبها تقريبا من الموروث اهل البيت عليهم السلام انه نبدا بالملح وننتهي بالملح. عاده الاكل احنا ما ندور ذيك الاصناف، مع العلم انه ام بيتي يعني ما شاء الله عليها طباخه ماهره من الدرجه الاولى، تحياتنا لها وخاصه في رمضان لها ولكل النساء يتعبون، النساء العراقيات احنا ما شاء الله نفطر ونتنحى على جانب، تبقى هي يعني تمارس دور قبل الافطار وبعد الافطار وبالسحور، وهذا طبعا جهد اضافي دا شوف يتعبون طبعا. فتحياتنا لكل ام، لكل زوجه، أكيد. لكل اخت، لكل بنت، بهذا طبعا عليهم ضغط شديد، واحنا نقول الله يبارك بكم ان شاء الله. اكيد.